وإلى الشأن العالمي، توقعت منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة لمنظمة الأمم المتحدة زيادة حجم إنتاج القمح على مستوى العام خلال العام الجاري 2023 ليسجل ثاني أعلى مستوى تاريخي له. وجاءت التوقعات الأولية للمنظمة بأن إنتاج القمح العالمي خلال عام سوف تصل إلى 784 مليون طن على الرغم من انخفاضه عن العام السابق. وتتوقع المنظمة أن يكون الإنتاج بشكل كبير في أمريكا الشمالية، حيث يقوم المزارعون بزيادة مساحاتهم استجابة لارتفاع أسعار الحبوب. وفي بلدان نصف الكرة الجنوبي تعتبر توقعات الإنتاج لمحاصيل الحبوب الخشنة في عام 2023 مواتية بشكل عام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي زراعة الذرة في البرازيل إلى مستوى قياسي. للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنمية المستدامة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. في البداية، هل بتتفق يا دكتور مع توقعات منظمة الفاو؟ طبعا أنا أتفق معها جدا. التوقعات ديت ولأن ليها مظاهر وليها أسباب. ما هي الأسباب؟ بزيادة التوقعات بزيادة كميات كميات الزراعية أو كميات القمح المنتجة في السنة اللي جاية والسنة دي والسنة اللي جاية كمان، كان ليها مظاهر. أولا بعد مرحلة كورونا توصلنا لمرحلة كل الدول دون استثناء بدأت تعمل تدور على مصادر بديلة للقمح داخل أراضيها، وتعمل عمليات توسع، خصوصا الدول المستوردة اللي زي شمال أفريقيا بصفة عامة ومنطقة الخليج العربي. خلاص المنطقة دي منطقة استيراد. على منطقة التصدير كانت في أمريكا الشمالية وعلى بعض أماكن من الهند وبعض الأماكن، وطبعا وروسيا وأوكرانيا والأماكن دي. رقم واحد، طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى نوعية من أنواع الاستقرار اللي بدأت في عمليات المواني، بدأت تتأهب لنقل الكميات. فأصبح دي جزئية. النقطة الثانية، إن نزل الارتفاع أسعار المحاصيل في السنة في الأربع خمس سنين اللي فاتوا، اللي هم نجوم فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وجم في نفس التوقيت عملية كورونا. فبدأت تعمل ازاي ارتفاع أسعار المحاصيل في تلك الفترة، أخلت أن الناس كتيرة أو الجهات أو المؤسسات كتيرة في أمريكا الشمالية بالتحديد وكندا وفي روسيا وفي أوكرانيا، أن هم رغم كل الظروف دي بيزرعوا كميات كبيرة لأن أسعار المحاصيل كانت غالية. طب دكتور، يعني بما أنه حضرتك تطرقت لنقطة الأسعار، هل بتتوقع أن تتراجع أسعار القمح مع زيادة المعروض في الفترة القادمة؟ أتوقع كده. أتوقع أن زيادة أن أسعار القمح هتتراجع طبقا للمظاهر أو للآليات اللي أنا برشح لحضرتك عليها دي. هل هامش معين للتراجع ممكن، أو نسبة معينة مبدئية ممكن نتكلم؟ أعتقد أن التراجع مش هيقل أبدا عند 20-30%. خلاص، لكن هو السؤال هنا، هل استمرار هذا التراجع سيستمر؟ أعتقد لا، يعني هيفضل مثلا سنين طويلة. أعتقد لا. ليه يا دكتور؟ ليه مش هيستمر سنين طويلة، رغم إن المراحل اللي جاية في تدهورات كتيرة في الاقتصاد في حاجات تانية غير الزراعة. خلاص، يعني في آليات، في تدهورات كتيرة في الاقتصاد العالمي، وخد بالك إن مرحلة انخفاض الدولار اللي جاية اللي موجودة واللي جاية هتعمل نوع من التشحنات الدولية. حضرتك بتتكلم على تحركات التكتلات الاقتصادية لكسر هيمنة الدولار يعني. يعني دي مش حاجه، لكن خلينا نقول ان الانتاجيه اصبحت تزيد. وانا هديك مثال بسيط جدا. عندنا احنا كمصر احدى الدول المستورده بصفه اساسيه للقمح. خلاص، احنا فاجئنا العالم في سنه 2022 بمحصول سنه 2020 باكثر من 120 الف فدان محصودين قمح في توشكا، ما كانش حد يسمع عنهم حاجه. صحيح. واحنا والسنه دي في هذه المرحله قد يتم مفاجاه العالم ان ب 400 الف فدان. السؤال اللي انا عاوز اقوله، كما انت غيرك، لان لكل الدول دي حكومات وقيادات وزعماء بيحافظوا على مراحل الغذاء لهذه الدول. عشان كده الكميات الانتاج بتزيد،
انما انا اتوقع ان السعر هينخفض بنسبه من 20 ل 30 على حسب مناطق النزاعات. طيب في البداية دكتور، حضرتك ذكرت عدد من الدول، منها كندا، منها الولايات المتحدة، ولكن إيه أبرز الدول اللي استفادت من مسألة القمح والآن بتصدر أكثر من غيرها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية؟ طبعا هقول لحضرتك على حاجة، الهند. الهند من الدول التي استفادت بالأزمة الروسية الأوكرانية بصفة كبيرة بعمليات التوزيع هذا كمصدر رئيسي. إنما اللي أنا شايفه إن من استفاد الدول الصغيرة، الدول ذات الاحتياج التي بدأت تبحث عن نسب من الاكتفاء. طبعا هو طبعا مش اكتفاء كامل ولا اكتفاء ذاتي، إنما بدأت تبحث على نسب من استصلاح الأراضي أو زراعة المناطق الجديدة، وعلى رأسها مصر في حد ذاتها زي ما أنا قلت، وبعض دول شمال أفريقيا زي الجزائر مثلا. خلاص، وإيه الجزئية في دي؟ لكن كدول توريد طبعا خدي بالك، البرازيل عندنا في جنوب أفريقيا عندنا، لكن اللاعب الرئيسي في هذه العملية أو على هذا المسرح هو كان الهند في المرحلة دي. طيب دكتور، لو هنتكلم عن تأثيرات التغيرات المناخية، الكوكب في الفترة الأخيرة الناس بدأت تعرف بشكل قاسي معنى التغيرات المناخية وتأثيراتها، لأي مدى التغيرات المناخية ممكن تأثر في الفترة القادمة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح ما بنتكلم، وعلى أسعار هذه المحاصيل بالتبعية؟ لا طبعا هتأثر كتير، ويمكن دي النسبة اللي أنا قلت لحضرتك يمكن من شوية، قلت إن أنا لا أتوقع إن عملية انخفاض في الأسعار تستمر. أنا قلت إنها جاية، لكن ما توقعش إنها هتستمر. اللي هيمنع استمرارها هو في الأساس ظروف التغيرات المناخية أو تأثير التغيرات المناخية المباشرة على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أو الأغذية بصفة عامة في العالم. لأن أنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، إن كمية زي ما هو متوقع إن كمية المياه التي تستهلكها المحاصيل الزراعية مع التغيرات المناخية قد تتضاعف من مرة ونص إلى ثلاث مرات ضعف الاستهلاك الحالي، أو ما نسميه نحن بالاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية نتيجة للتغير المناخي. النقطة الثانية، إن التغير المناخي اللي بدأ يحصل بدأ يعمل شيفت في الأجروكالتشر زونز أو النطاقات المناخية التي تأثر في المناخ. النطاقات المناخيه يعني ايه؟ انا كان عندي النوع ده من القمح انتاجيته في المنطقه دي تدي 20 طن فدان. النهارده مع التغير المناخي المنطقه دي قد توصل تقل جدا جدا الانتاجيه، او تهدم في بعض المناطق زي مناطق زحف درجات الحراره العاليه او الجليد، او زحف مياه البحر زي ما بنسميه احنا سي ووتر انتروجن. فبناء عليه طبعا اتوقع ان التغير المناخي، طب ايه المناطق اللي هيأثر فيها؟ زي ما انا قلت قبل كده، انت عارفه ان مصر لو ارتفعت مياه البحر المتوسط متر واحد فقط لا غير عن ارتفاع منسوب الميه بمتر واحد، مصر تفقد 20 او 25% من قيمه الدلتا عن طريق سي ووتر انتروجن لا قدر الله، لولا الخطوات الاستباقيه اللي اخذتها الوزارات المختصه واخذتها القياده السياسيه في مصر، كان ده هيأثر علينا، وده اللي خلانا احنا من اقل الدول تاثرا بعمليات زحف مياه البحار في المناطق الزراعيه. طب الوطن العربي في حد ذاته في 41 ألف كيلو متر مربع في حالة ارتفاع منسوب البحر المتوسط متر واحد، بس 41 ألف كيلو متر هتبقى في مية مالحة تحت الأرض، وهيأثر على المناطق الزراعية اللي هي مناطق الغذاء. فعلا التغير المناخي سيؤثر، ودي النقطة اللي بتخلينا حذرين جدا بنقول أن ويمكن علشان كده يا دكتور احنا بنتابع تحرك جدي يمكن من قبل كل دول العالم في المرحلة دي، غير الكلام اللي كان بيتقال قبل كده حول مكافحة التغير المناخي. هذه المرة هناك إرادة حقيقية موجودة نتيجة طبعا لكل المعطيات اللي حضرتك ذكرتها. شكرا جزيلا دكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنمية المستدامة. شكرا جزيلا.